السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هو هدية لثلاثة المجموعات في الفيسبوك اللي هي تزرع وغرس في سطح بيتك، وزراعة بلكونة، وزراعة بلكونة وسطح بيتك. أنا هذا الفيديو هذا غادي نديرو غير باش نشرح للناس اللي كانوا كيسولوني. أنا درت بالدارجة، ولكن ممكن للناس اللي هما ما كيعرفوش الدارجة المغربية، يعني المصريين والإخوان الشرقيين، أنهم يطرحوا الأسئلة، وأي حاجة ما فهموهاش أنا مستعد باش نشرحها لهم كتابة، لأن التعبير ممكن نعبر مثلا باللغة العربية الفصحى، ولكن من الأحسن بالنسبة لي نعبر بالدارجة المغربية. لأن أول حاجة هو بأن بغيت نوريكم السطح ديال المنزل ديالي، وكل بعض الاخوه اللي كانوا كيسولوني كيف زرعت الطماطم، كيف زرعت الشجر، كيف زرعت. اذا انا بالنسبه لهذا الفيديو انا غادي نشرح لكم بالنسبه للطماطم. الطماطم انا ما زرعتش الطماطم العاديه، فانا جبت حبوب او بذور اللي هي كتباع، وهي عندها يعني نوعيه خاصه. هذا لان نورمالمون انا كنزرع في اصيص ولا في بو، يعني في محبق، دونك كنقول اللهم نزرع شي حاجه اللي هي سبيسيال، شي حاجه اللي هي خاصه، يعني ماشي العاديه، وفي نفس الوقت فهي كتعطي منظر، وفي نفس الوقت كتكون تجربه، واش غتنجح واش ما تنجحش. ومني كتعطيك مثلا الغله ديالها، فاش كتكون الغله خاصه، ما كتكونش غله عاديه. هذا هو اللي كاين. ثاني حاجه، الهدف من الزرع في السطح شنو هو الهدف؟ الهدف ماشي هو بان تاخذ الغله كثيره ولا شي حاجه، لا، ولو تاخذ حبه وحده في كل شجره ولا في كل نبته فهذا كافي. اهم حاجه هو هاد الخطوريه، هاد يعني هاد الروح اللي مثلا كتعطاك، وفي نفس الوقت ديك المتابعه حتى كتعطيك واحد الحبه، جوج حبات، ثلاث حبات، وما كيهمش. اذا انا غادي ندير لكم مثلا، انا هاد البلاصه اللي انا شاد دابا حاليا بالتصوير ديالي، فهنا كما كيبان لكم بان كاينه شجره الليمون بالدارجه المغربيه ديالنا حنا، هي الحامض، شجره الحامض، وهذا الحامض البلدي. انا غادي نوريكم حامضه، ها هي اللي كتبان هنا، هذه حامضه بلديه. في نفس الوقت غادي يبان لكم بان راه كاين الحامض، راها مخرجه يعني عاطيه في المحبق. في نفس الوقت انا زارع مطيشه او الطماطم، مطيشه هي الطماطم، مطيشه بالمغربيه، طماطم باللغه العربيه ولا البندوره، انا كنقول لها مطيشه باش تولمو حتى مع اللغه ديالنا ولا اللهجه ديالنا. ما كيهمش. انا غرست تقريبا لحت بذور، فانا حاولت باش نخلي واحد جوج ديال يعني ديال النبتات جوج، وهاد الجوج هادو هما اللي عاطيني هاد الشيء، ها هما. في نفس الوقت كنت غرست الثوم، ها هو الثوم كيبان لكم هنا. الثوم عنده منافع كبيره بزاف. شنو هو؟ هو كتستافد منه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه فهو بحال ان انتيبيوتيك ولا دواء لهاد النباتات الصغيره، مثلا بحال المطيشه مثلا، لقيت مني كتغرس حداها ثوم اولا كتغرس حداها الغنباز اللي هو بالاسم ديالو، دابا نقولها لكم دابا نكتبها باللغه العربيه، اللي هو الغنباز، ملي كتزرعو فهو كيحمي شويه هاد النوع مثلا ديال المطيشه ولا النباتات الاخرى، خاصه المطيشه اولا الطماطم. هنا حداه كيبان لكم بان كاين ورد بيض، وحداه البيغونفيليي اولا الجهنميه كما كيقولوا لها الاخوان الشرقيين، بيغونفيليي، دونك هي طالعه. ولتحت كاين فليو، ها هو غادي يبان لكم فليو اولا النعناع السعودي، هذه لالويفيرا. في نفس الوقت هنا غادي يبان لكم شيبر فوي، هذه شيفر فوي، هذا الشيفر فوي هو نبات متسلق جميل جدا، لقيت ملي كيكون كيزهر كيدير الزهور ديالو، فهي كتعطي رائحة جميلة ورائحة يعني زوينة بزاف، الرائحة ديالو زوينة بزاف. وفي نفس الوقت